احمد نبيل فين؟ بعد الاطلاع على المواد 304 فقره 2 309 318 عقوبه اجراءات جنائيه، والمواد 116 مكرر 1 و118 و119 و119 مكرر ألف عقوبات. حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهم أنس أحمد نبيه الفقي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع عزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية. ثانيا وفي الدعوى المدنية بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. سامع عبد الله محمود نصر الشيخ. حكمت المحكمة حضوريا أولا بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و309 و313 إجراءات، والمواد 116 مكرر و118 و119 ألف و119 مكرر ألف. حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهم أسامة عبد الله محمود الشيخ بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات